عسلامة مدام. عسلامة. لاباس. لا لاباس عايش. عسلامة. عسلامة. لاباس. الحمد لله. عسلامة انتي زاد. عسلامة. عرفنا عليك مدام. يعني من ريانة. خرجتوا تحوسوا اليوم. ايه خرجنا نحوس. انتي وبنتك و بنتي وكنتي وولادهم. مدام لو كان نحكيه على دور الجدة باش تخلي اللحمة العائلية. ايه الجدة هي عندها دور كبير، هي اللي تلم. اذا كان ما فماش جدة شكون باش يلمهم؟ كل واحد يبدا على روحه وحده، وتكبر الاولاد مع اولادها ومع بناتها وتربيهم رباية متاع بكري ورباية بهي ورباية بهي. ما شاء الله عندك برشا احفاد. ايه عندي بحذيك ورايا زيدة. ربيتهم انت الكل لذوما؟ ايه ربي من هيك وهكا، نهز للمكتب ونجيب ونقريهم زيدة في الدار. فهمتني؟ تعبة مالا معاهم. والله تعبة، ما نقولكش مانيش تعبة، نكذب عليك. اما تعبة. هما والديهم تعبين فيهم وانت زيدة تعب وصلك لك انت. الوالدين تعبين وانا زيد تعبة معاهم. شكوني باش يوصل ويجيب ونتلهي بهم في الدار نتلهي. اما انا بحكم الوالدين قاعدين يخدموا يعني نهز ونجيب للمكتب ونروح بهم للدار، من المكتب نروح بهم للدار ونزيد بعض ساعات نتلهي بهم ونقريهم شويه. مسؤولية كبيرة. انت في بالك مثلا والصغار نتاع تو ماهوش كي نتاع بكري. احكي لي كيفاش تو صغار بيلك راسك. صغار نتاع تو بحكم معناتها يعرفوا، لو يعرفوا كل شيء، يراو التلفزه ويراو شنو فما ويراو هذاك ويراو هذيك، كل واحد يحب كيف الاخرين مش كيف يولي يراوهم، يراو اصحابهم زاده كان في كل شيء، كل شيء عنده. احنا ساعات يفاجئوك هكا بكلام ما تصورتش منهم. كلامهم هو الكبير ومعروف، و البورتابل الصغير قدك يحل ويعمل الدنيا الكل ويتفرج فيه ويوريك 20 حاجة، احنا الكبار ما نعرفوهاش، هو يوري من صغر يعرف كل شيء، من صغر يعرف كل شيء، ولا سامي كل يسميهم بالقدي بالقدي. سامي شنو متعبينك أكثر حاجة أحفادك؟ والله أنا نحسهم مش تعب، على خاطر أنا كي راهم تحولوا ونجحوا راهم معناها نحس بروحي أني زدت قرادو. زدت شوية معناها فهمتني، ما نحبهمش يدوبلوا، ما نحبهمش ما يقراوش، فهمتني، نحبهم متربيين رباية باهية، رباية سمحة. يعني فرحتك في أحفادك؟ بالطبيعة تو فرحتي في أحفادي. ما عادش في أولادك؟ لا أولادي كبروا سيء، كل واحد خدا مرأة مشى على روحه والطفل خدا تراج مشات على روحه، مش كيف. ما هذوك ما تو هذوك ما هما تو تسمى أولادي. يتسمى أولادي يعني. معز شكون أكثر، أولادك ولا أحفادك؟ لا هما تو الأولاد معزتهم، أولادي يعني معزتهم أكثر، أما تو هذوما الصغيرات ولات نحبهم أكثر من الكبار. أكثر. ولات نحبهم أكثر. والجدة ديما تخبي الحلوى وتخبي حاجة. نخبي الشوكولاتة، نخبي كل شيء، نخبي الشوكولاتة، نخبي كل شيء. كل شيء نخبي، اللقاء الحاجة ولا نشري زاد نخبي، نشري بعض ساعات تبش نخبي كل شيء. عندك أولاد أنت؟ إيه عندي أولاد. وعندك بنات؟ وعندي. كلهم عندهم صغار؟ إيه. تحايل ما بين أولاد بنتك ولا أولاد ولدك؟ قول الحقيقة. الحايل ديما مع الولاد دادا. بخص هذا. عندي الولاد دادا هو الكل. هو تغشوا عليك. لا هذاك هو، هذا ولد ولدي انا ديما نخبي له كل هو. وانت بنت بنتها؟ اي بنت بنتها. وانت كي تسمع هكا ما تغشش شوش نعمل هكا؟ تحب الولاد؟ لا مش نحب الولاد، هو نحبه هو. اول وليد حفيد وليد هذاك عليه اول وليد. لا والله عندي ولدي الاخر عنده ولد اصغر منه بعاه، وانا الكبير الحفيد الكبير ولي العهد هذا. هذا هو ربيته من الاول نشده، من حين هو بيبي وهو صغير نشده، وكل هو اصلا متعلق بيا زاد، هو اصلا متعلق بيا، عندي يقعد يبات كل شيء، حتى بعيد على امه يقعد ويبات يعمل كل شيء، بعيد على امه ما يلوش. يبطو عليك في القرايه، نعرفوا القرايه برشا ضغط وشارج وما ينجموش يجيو كل يوم. كيفاش كل يوم؟
لا هو ساكنين عندي. حتى احفادك الاخرين مثال؟ لا الاخرين على ارواحهم. نسينا ما حكينا عليهم. الصباح ينوض الصباح يجي من خارجين المكتب يدور ويقول صباح خير ويمشي، كي يروحوا من المكتب يدوروا لي زاد. لازم يجيوا علي؟ لا لازم، كل يوم لازم يجيوني الصباح. تذكرت الخبز. خمسة عندي عندي تذكرة الخمسة، سامحني سمعتها خبزة. عندي ود ولدي، ود ولدي يروح من المكتب الخمسة يروح يتعدى، عاد هما يحبوا أمه تحب تروح لدارها باش تطيب وتريقل، عاد هو يقول لهم لا لا كسكروت مامين تاع الخمسة اللي من دورنا. الكسكروت هذايا سبيسيال تحسه. تم نحطوا شوية جبن وعديمة وشوية هريسة وزيت كي هذيك هي. كان هو الكسكروت هو الاخرين ما عندهمش الحق. هو ده وحده، هو يجيني الخمسة يبدأ الاخرين في المكتب بيزالوا. هو ياخذ على الخمسة ياخذ كسكروت ويمشي، كان يبدأ بحداه واحد آخر نعطيه بالطبيعة. تمشي بحذاهم ما تزورهم أنت؟ مش ما هما يزوروا ولا قليل؟ لا نمشي نزور، نمشي بحدا. أنا تو بحداك أنت هذي تسكن في رادس هذي، أنا تو بحداه نمشي بحداه. يفرحوا بيك الأحفاد كي تجي لدارهم خاصة؟ لا يفرحوا بي. تجي مروحة نتصور ما يخلوكش تروح؟ ساعات يروحوا معي يحبوا يشدوني نروح بيهم. نهزهم نروح بيهم. فهمتني؟ ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك. عايشك يعطيك الصحة. عايش. انت شنو تحب تقول لكل جدة هكا؟ هما تو الجدات ماذا بيهم معاش يحبوا يتلهاو بدراريهم، بدراري ولادهم، يحبوا رواحهم أحرار، ما يحبوش مربوطين. هو بالعكس. فما جدات تفد وتقول لك مليت فديت وانا كبرت ولادي. ربيت ولادي يزيني، عندي يعني صحابي قالوا احنا ربينا ولادنا يزينا ما عادش نحبوا نربي. انت ماكش منهم؟ لا لا انا عادة تربي وتربي. يعني قلت كنا ربيت ولادي تحس بروحك حتى انت ناضجه وتحس روحك شاطره معناها وصحيحه فهمتني، تحس بروحك صح وخير فهمتني. مش كيف جدتك ديما تمشي لها؟ اي ديما نمشي لها ونقعد بحالها. لا ديما يجوني بلاتك انت يحبوا ونحبها برشا ونقولها ربي يخليك لينا. خلي لك كلمة الختام. هيك هو أنا نقول كل جد تعمل اللحمة مع أولادها وبناتها وكنينها ووليداتها وباش تربي جيل صالح.